وشكرا لكل المشاهدين الاوفياء. صرنا اكثر من 30,000 شخص عم بيحضرنا بنفس الوقت على اللايف ستريمينج. تحيه لكل الاشخاص اللي فاتحين التليفون او اللابتوب هلا وعم بيشاهدونا من خلاله. متابعين برنامجنا، وهلا صار وقت نستقبل ضيفتنا يلي تبعتوها بدانسينج وذ ستارز، العارضة الازياء العالمية ريم السعيدة. تركتينا ومسافرة. شو الوضع؟ الحلو. تركتينا ومسافرة؟ أنا مفروض next week بعد Dancing with the Stars، بعد الفاينل رح أرجع تونس، وبعد تونس ميلانو. برشا باهي، برشا باهي، برشا دبوزة ماء، دبوزة ماء، دبوزة ماء. إي هكا تحكي تونسي هذا مسرول. وأنا أهبط بسوق كهربتي. وين تهبط؟ كهربتي. كهربة. عندك كهربة؟ عيبة. تعرف شو معناها كهربة ولا لا؟ كهربة يعني سيارة. كهربة. كهربة. كهرباء. بالإيه. كهرباء. مش كهرباء. 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 لأنه ما في كهرباء. لبس عليك؟ إيه لبس عليك. أنت نص نص لبس عليك. رجع إيطاليا بعدين. وسام. وسام رح ياخذوا معي. على إيطاليا. رح تاخذي معك قبل البروبوزل ولا بعد البروبوزل؟ هلا ما رح جاوبك. رح اتركها لإله. رح تتركيها لإله. طيب شو القصة بيناتكم عن جد؟ وسام بريدع فوا بدنا نحكي عن وسام. شو القصة بيناتنا؟ أنت شو بدك تعرف تحديدا؟ It is my private life. I can't say it هون in public. But now you're a public figure. يعني عم تعترف إنه هو داخل بحياتك الخاصة. Sorry؟ عم تعترف إنه هو داخل بحياتك الخاصة؟ أكيد. حلو كثير. I'm dancing with the stars. وصلنا أصحاب وكل شيء. وبس. وبس. ولونج ديستانس؟ إمتى بتبلشوا سكايب؟ لونج ديستانس. إمتى بتبلشوا سكايب؟ بعد جمعة؟ جمعة الجاي. إيه مفروض. مفروض. معك أنت كمان إذا بدك. تزبط هيك علاقة على سكايب؟ لونج ديستانس؟ تزبط إيه. ليش لا؟ إذا في حب إيه. يعني في حب. قالتها كده. لا لانه قالت ما بدك تحكي عن برايفت لايف وقال في حب. انه ما عايش كرمال الحب. اخذنا اعتراف رسمي لاول مره واخيرا يعني عم نسمع بهالخبريه صار لها تقريبا اكثر من 3 اسابيع واليوم تمت على خير يعني اليوم الله يتممها كمان على خير. تمت على خير. اليوم اكدتيها اكدتيها. انا ما قلت شيء. انا ما فيي اعيش من دون حب. عفوا انا ما فيي اعيش من دون حب. ما فيي اعيش من دون حب. سعادت وجهك قالت كل شيء، انت ما ضروري تحكي شيء، نحن من دقتك وعيوني كل كلمة خبرية. عيوني بيفضحوني. ريم خبرينا
شو ايه جانا كمان بتقلكم بالتوفيق بكل الاحوال. جانا هي العرابه بتحطوها شبينه ان شاء الله. ليش لا ليش لا. ريم دانسينج وذ ستارز اليوم فتت تربحي، هذا هو كان الهدف انه تفوتي تطلعي الاولى مثل ما كان هدفك بميشن فاشن. اكيد وكنت ربحانه انه واحد يفوت ببروجرام مثل دانسينج وذ ستارز. هو بروجرام فيه كل يوم تشالنج. نعم. وكل يوم الانسان بيتعلم فيه بدانسينج وذ ذا ستارز. واكيد كنت ربحانه يعني حتى اذا طلعت بالكوارتر فاينل بالنسبه لي. لا اكيد هذا الشيء بس انه كان كان عينك على الكيس مثل كل باقي المتبرعين. دافنتلي انه اي ديد ماي بيست واشتغلت وما في ما في كذا بحالي يعني في في من اشهر مني وتوصلت للكوارتر فاينل بالنسبه لي هذا. قلتي في اشطر مني ولا اشهر مني؟ اشطر اشطر مني أشهر مني؟ اليوم أكثر على الشطارة ولا واحد بيتكل كمان على شهرته بهذا البرنامج؟ لا على الشطارة والشعبية يعني الشعبية أكيد بس الشعبية كمان بحبه جمهور. أنا طلعت بالدانجر زون ثلاث مرات. نعم دانجر زون الجمهور بحكي فيها يعني منعني هاوي سيت خلصني خلصني ثلاث مرات أنا فور مي اتس مور ذان انف. اكيد جمهور كله حبك كمان بكل الوطن العربي كان عم يصوت لك بطريقه عاليه كثير. مين بتتوقع يفوز باللقب هالسنه؟ مارك فاليريا او بديع؟ ما بعرف انتوا شو رايكم؟ بديع فاليري فاليري ما بعرف. انت لمين بتصوت اذا بدك تصوتي؟ انا ما راح صوت بقدي صوت بقدي وخسرت مصرياتي. لا عم بمزح. لا عم بمزح. هلا لمين بدي صوت؟ لا هن الشيء الحلو بدانسينج وذ ذا ستارز انه ما كان في كومبيتيشن مع بيناتنا بين بين كل مشترك بالبروجرام. كانت كومبيتيشن مع كل واحد بتكون الكومبيتيشن معه ومع نفسه. يعني انا بشوفها اكيد منافسه شريفه بين كل مشترك. يا من الاكسبيرينس تبعي انا شفت انه كنت عم بتنافس مع حالي بكل بكل بروجرام. بس هلا بالفاينل ما بعرف كيف راح تكون. يمكن بديع لأنه for me he's an artist متكامل سواء كان بالرقص بالغنى بالتمثيل بكل شيء. أكيد شهادتنا مجروحة ببديع وبكل كمان طاقاته التمثيلية والفنية. وبدنا نقول good luck لمارك وفاليري كمان للفينال وهارد لك لمادونا. حبيت كثير مادونا وحبيت كثير سبيتش مادونا. إذا فيكم تجيبوا لنا سبيتش مادونا نرجع نحضره بعد شوي لنرجع نتذكر فعلا مادونا قالت كلمة حلوة كثير. طلعت السنة الماضية بالمايو على القناة الإيطالية وقامت الأيام عليك بتونس. استغربت ردة فعلهم ولا لا؟ ما استغربت ردة فعلهم بس انا مره يلي بقرر كل شيء بحياتي وبكون مقتنعة باللي بعمله وهيدا الستيب يلي عملته كنت مقتنعة فيه 100% لانه انا مره بت fighting for my freedom. No. I was all my life fighting for my freedom وهيدا حريتي لإلي وكنت اكيد مقتنعة فيها و that's it. انا كنت بشتغل كمان على الايمج تبعي بايطاليا و as an international model I'm allowed to wear a bikini or mayo whatever you call it. على شاشه ايطاليه بس ما بتلبسيهم على شاشه عربيه؟ هلا اكيد لا. ليه؟ لانه الشاشه العربيه ما فينا. ليش على ام تي في في بنت تطلع بالمايو؟ ما بتتحمل الشاشه. نعم بدنا نطلب من صدى يفوت لنا المايو. اكيد لا اكيد لا. نعم هلا بالبروجرام مثل تشاو داربن المادر ناتورا يعني المادر نيتشر فيها تطلع بالمايو. يعني هيدا البروجرام صار له اكثر من 10 سنين بعتقد. نعم. ودائما المادر نيتشر بتطلع فيه بالمايو. يعني ما في ولا بروجرام بالعالم العربي شفنا فيه مره بالمايو. حرام في شاب وراك تحمس كثير زقف لحاله ما حدا لحقه. شو اسمه؟ زقفوا له قاعد لحاله هيك ما حدا لحقه. جوزيف كيف رأيك مشاركة ريم بدانسينج؟ مشاركتها كثير حلوه بدانسينج. نعم. بس الاهم شيء عم تعمله ريم هو انه هي عم تكسر صوره المراه العربيه بالمجتمعات الغربيه باوروبا. هلا انت اكيد ببلادك تعرضت لانتقادات بظهورك بالغرب بس يا ترى بالغرب سوري بالغرب تعرضت لانتقادات كمان كونك عربيه؟
هلا بالغرب اكيد بيسالونا انه واو تونسيه يعني جاي من مجتمع اكزاكتلي واو انه عندكم انترناشونال مودلز يا اكيد بالعالم العربي في عندنا بنات حلوين وعندهم المقومات انه يكونوا انترناشونال مودلز بس ما عندهم جرأة انه يطلعوا لبرا وتتكون تتفوت بالدومين المانكينه برا منه هالشيء الهين لانه منافسه كثير كبيره ولازم يكون عندك الصبر وهال هال هالإرادة إنه تفوت بالهدومان ويفايت لتاخذ محل فيه. وإذا عربية أصعب ولا هي ذاتها مهمة؟ لا إذا عربية أصعب حسب يعني إذا هي كانت متحررة و she knows what she wants in her life definitely she can. ديم أنا عندي سؤال سوري أقطعك جو إذا بتعرف الموديلينج عنده عمر معين صح ووحدة بتبني كل حياتها كرمالتها تحصد شيء later on تتعمل شيء بعدين شو بتحسي انت انه عندك بعد هالكم سنه I know you're young and you're still very beautiful اسم الله عليك بس شو رايك بهالكارير يلي عنده ليميت معين او سقف شو بدك تعملي من بعدها هلا كمان بكير. بسبر هو لا. كمان لا مش بكير ابدا في مودلز كانوا يوقفوا على عمر ال 23 24 وقتها خلص لا حسب لانه بس تفوتي بالموديلنج بتستغني عن كثير اشياء بحياتك الشخصيه يعني بتضلك بس بالطياره عم تسافري من بلد لبلد اكلك على اللايف ستايل على كل شيء بس بعدين ويك اب ات 4 اوكلوك ان ذا مورنينج تو ستارت ذا شوتينج كل النهار برا بالتصوير بس بيكون في اكيب معكم لا ايه بيكون اكيد في اكيب عم بتوصفوا هلا صح عم بتوصفوا يو كان بي ماي مانجر اف يو وانت هلا كيف I know بالعالم العربي ما عندي مانجر so he can be my manager. لا اكيد هذا بطريقه هيدا وسام عم بيتلفن عم نمزح. ريم مين خرج يكون موديل من الموجودين؟ انت. أدي توليك؟ انا متر 2 مع كلب ولا مع كعب ولا بلا كعب؟ بلا كعب. متر 82 متر 82 82 مين حابة تمرني على المشي على ال انت كيف؟ ايه يلا يلا حط لنا موسيقى بيبو انت؟ يلا بدنا نمشي وين بدنا نمشي؟ بدك تمشي على خط انت مشي وانا بالخط شو هيدا؟ انت مشي مشي هيك يلا مشي هيك وانا بالخط اوكي في هيدا الخط حط هيدا اللي كب على راسك نعم اوكي يلا don't move it your head up ايه بمشي عادي؟ يلا ايه هاي خلينا انت انا لا بمزحش على راسي يلا لا انا بمزحش على راسي يلا ما بتخافوا وقت تمشوا من محل هالقد عالي توقعوا؟ لا انه على الهواء ما بنخاف قد ايه الحرارة فوق عندكم؟ ماينس 2 سوري بتعرفي بتعرفي لإلي سيمين؟ بتعرفي لإلي سيمين؟ لا لا حابة تتعرف عليك؟ أكيد يلا خلينا نسأل سوا إلي سيمين